كوات منبر أبا أول شهر عشرة كان دابا كيجيب الغرز ديالو. هاد العام بدينا في نهار 16/4 في القليع كيدير شي 7 أشهر. هو دابا في الأول كنحرطو ليه بثلاثة، نعاودو بالكوفير كتخطط صافي، إما كتجيب الناس باش كتغرس بنادم ولا كتجيب ماكينة. دابا كتحرطي بالأول في لنكري، دابا فاش كتبغي كتخطط كدير لنكري، ومن بعد لنكري كتبعي الملح، تعاود زيدي تاني شوية لنكري وشوية الملح وكتسيرو السقليك. والله أش من وقت كيبدا مثلا من نهار 16/4 يقدر ما يسالي حتى 8. حنا كنديروها بالخدامة، دابا أصلا عندنا دابا إلا الخدامة صافي، ما عندنا شد ما باقي ما حنا ما عندنا لما كل الأول، وكنزرعو داك صافي كنجيبو في القلاعة ولي كيكرجو صافي. داك كيمشي للعرك كيجي ولي كيديو صحاب لوزين ديال سيدي بنو الوراك، راه كنجمعو للباين. إوا على حساب في المنتوج قري، دابا الجودة مثلا كاينة 16، كاينة 17، كاينة 18، كاينة 14، كاينة 20، كاع دابا زهر وتويرتي. دابا شوف شوف لنكريش كيدير عندك، وزيدو لهاد لنكري من المواد، إلا قويتي المواد بزاف، قويتي الملح بزاف ولا داك كتجي ضعيفة عندك شوية، على حساب إذا بغيتي الطوناج بزاف كيجي عندك ضعيف، بغيتي دير الملح مثلا تفوت واحد العدد في الملح ما كيجيش عندك القري، ولكن كتجيب 90% في الكتار. بغيتي القري راه من 60 ل 70 هذا في الطوناج، راه ماك تقويش الملح. دابا الا قويتي واحد الكثرة تاع الملح هي اللي كطحن السكر. كاين واحد المرشد عنده ليست ديال الفلاح، صافي اي فلاح كيجي كتتواصلوا النوبه راه كيقلع، صافي بصح اللي كتقلع كتغوت ليه كيصيفط لك الكميه. بحال انا دابا دركا غدا نغوت ليه غدا يصيفط ليا كميه، خلاص حتى اللي كنت راتك 6 أيام 7 أيام كتجيك. دابا يجيبوك الشيء داك ديالك سير صرفي فين بغيتي. هذا هو داك، هذا هو الموسم ديال الشمنتر.